السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معلش آخر سؤال يا شيخ، من آسف بس. تفضل. تفسير قول ربنا سبحانه وتعالى إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد، يعني أنه سبحانه يحصي على العباد أعمالهم ويرصدها عليهم، وإن شاء انتقم منهم في الوقت الذي يريد سبحانه وتعالى. ربنا يكرمك يا شيخ. يعني ليس بغافل. ليس بغافل. السلام عليكم.